حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا عمرو بن مره سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاويه بن ابي سفيان المدينه اخر قدمه قدمها فخطبنا فاخرج كبه من شعر فقال ما كنت ارى ان احدا يفعل هذا غير اليهود وان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر تابعه غندر عن شعبه